اعتبر حزب جبهة الإصلاح أن هناك مخططا إجراميا للالتفاف على ثورات الربيع العربي في مهدها، وعليه أكد رفضه المبدئي وإدانته الشديدة لهذه المحاولات الدنيئة للانقلاب على صناديق الاقتراع واغتصاب حق الشعوب في اختيار ممثليها. تعلن جبهة الإصلاح أمام الرأي العام رفضها المبدئي وإدانتها الشديدة لهذه المحاولات الدنيئة للانقلاب على صناديق الاقتراع واغتصاب حق الشعوب في اختيار ممثليها وفرض خياراتها وحماية عقيدتها والعيش في كنف العدل والحرية والكرامة التي ضمنها لها دينها والمواثيق الدولية في تواطؤ مكشوف بل ومباركة علنية لدول تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عنها. استنكار من قبل حزب جبهة الإصلاح لوقف أعمال المجلس الوطني التأسيسي وانسحاب النواب منه، مما أدى إلى تعطيل مصالح البلاد، معتبرين في السياق ذاته أن حل الحكومة يدخل ضمن المخطط الانقلابي. إن التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد لا يمكن حلها بتوقف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، والذي لا يخدم تعطيله من قبل الاعتصامات والانسحابات مصلحة البلاد. كما أن المطالبة بحل الحكومة يدخل ضمن المخطط الانقلابي الذي يفسح المجال لأطراف لا تحظى بثقة الشعب للصعود إلى السلطة. هذا وقد اعتبرت جبهة الإصلاح أن مبادرة الاتحاد تتماهى مع مطالب المعارضة، وبالتالي فليس لها جدوى ولن تقدم الكثير لحل الأزمة. وجه نداء من هنا للحكومة والأستاذ راشد وغيره أنهم يصارحوا الشعب. نحن نعرف حجم المؤامرة وكبرها. هذه مؤامرة دولية، هذا نظام دولي يحب يبقى مسيطر علينا. نعرف حجم المؤامرة، لكن يعني صارحوا شعبكم، رغم انتم اللي قاعدين تخسروا. صارحوا شعبكم، إذا ثم ضغوط، إذا ثم أمور كبيرة وكارثية، إذا ثم تهديدات، صارحوا الناس. وشوفوا الناس من بعد وين تحب تمشي. ما هو عيطوا خبز وماء وبن علي لا، قاعد يعيطوا اليوم خبز وماء ونداء لا يا سيدي. لما اسمع في قناه الجزيره انه باجي قد سبسي نفسه يعترف بانه زور الانتخابات، انا لا اتمينه على انتخابات قادمه. استئناف عمل المجلس الوطني التاسيسي واصدار الدستور وتحديد موعد الانتخابات هي اهم المطالب التي تكرر التاكيد عليها من قبل عديد الاحزاب والاطراف السياسيه الفاعله في انتظار التوافق حول حل وسط يخرج بالبلاد من الازمه.